للمحاضرة على أساس نقدر نستفيد بيها ونعمل لها أبلود على اليوتيوب إن شاء الله. إن شاء الله. تتفضل يا أحمد، تقدم الأستاذ أسامة. سالم. النهارده أيوة بيه مع حضرتك. النهارده إن شاء الله رب العالمين إن محاضرة للدكتور أسامة الشحات رئيس القسم السابق بعنوان تيشو جرافت. تتضمن السكين والبون والنيرف جرافت. نتمنى ان شاء الله يعني دكتور اسامه ما يكونش تقال عليه يعني ان شاء الله، والمحاضره ما تكونش تعبناها في تحضيرها ان شاء الله رب العالمين. اتفضل يا دكتور. الجزء الثاني من اليوم يا احمد، الجزء الثاني من اليوم في ان شاء الله بعد بعد المحاضره الدكتور اسامه هيكون في رساله بروتوكول، رساله الماجستير والدكتوراه، في اثنين ماجستير واثنين دكتوراه ان شاء الله رب العالمين. شكرا دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم جميعا لاستكمال الكورسز اللي اسمه جراحه التجميل بطب الازهر. بداناها من اول ما كورونا بدات تظهر اونلاين، وده استمرار للمحاضرات اللي كل الاساتذه الافاضل مشاركين فيها من داخل القسم وبعض الزملاء من الخارج. بداية أحب أشكر دكتورة سارة عزت على تعاونها الشديد مع قسم جراحة التجميل، والحقيقة بتسهل لنا الأمور وبتسهل لحضراتكم إن احنا نستمر في المحاضرة بدون انقطاع إن شاء الله. محاضرة النهاردة عن السكين بون اند نيرف جرافتس، والحقيقة يمكن أنا اخترت المحاضرة دي لأنها بتعتبر بيزك بلاستيك سيرجري، لازم جراح التجميل الصغير والكبير يكون لامن بيها وعارفها. ما ينفعش جراح تجميل معاه ماستر او معاه ام دي ان هو ما يقدرش يبقى ملم بالسكين والبون والنيرف، لان في الحقيقه هي دي بدايه جراحه التجميل على في مستوى العالم كله. لما بدات بدول الاول. هنبتدي نشوف بقى ايه السكن. تقريبا بيمثل حوالي 8% من البودي ويت، ويمثل من متر لمترين وشويه كسيرفيس اريا. الثيكنس بتاع السكن ذا ثينست لحد 0.5، والثيكست اللي هو زي في البالم زي في الباك زي في السول اب تو 4 مليمتر ثيكنس. من الصور اللي احنا شايفينها دي هنا بداية الامبريولوجي، فبيطلع السكن من في المرحلة اللي هي بتاعة الجراستيميليشن دي ومن النيو اكتوديرمال سيلز، وبيبدأ يدينا السكن او الابيديرمس في الاول. في حاجة مهمة قوي اللي هي السيلز الزرقاء دي لانجرهان سيلز، دي اللي مسؤولة عن الاميونيتي في الجلد، وديت سبب الريجكشن اللي بيحصل لو انت خدت الوجرافت، ودي بتبقى مهمه قوي قوي ان انت عشان لما يجي يعملوا سينثيتك سكن ما بيستعملوش الابيديرمس وبيستعملوا الديرمس عشان كده. طيب الليجن لو وصلت لحد الديرمس تحت، يعني لو ديرم وخد كل الديرمس، هنا الريجينيراتيف باور بتاعه السكن مش هتبقى موجوده، وبالتالي او الكباسيتي ريجينيريتيف كباسيتي هيبقى فيه سكار تيشو موجود، لان هي الريجينيريشن بيعتمد على الابيديرمس وعلى الادينكس ستراكشرز اللي احنا هنقولها بعد شويه. في سنسيتيف نيرف للسكن في وبيوصل لحد البيزمنت ممبرين عشان يوصل للابيديرمس، وكمان في فايبرز ثانيه بتوصل للسويت جلاند للهير، وعلى اساس يبقى فيه سكريشن ويحصل فيه اريكشن للهير. الديرمس في الاساس بتتكون من كولاجينز وجلايكوزامين وجلايكان والالاستينز، وده بيبقى طف فايبرس لير، وعلى اساسه الديرمس ده اتقسم السكين جرافت على حسب اللي انت واخده قد ايه من الديرمس الى ثين او ثيك سبليت سكين جرافت او فول سكين جرافت. بالنسبه للسبليت سكين جرافت اللي هو ثين، ميزته اللي هو ان تقدر ان انت الموربيديتي اللي هتتعمل مكان الدونر سايت تبقى اقل، ممكن يحصل هيلينج بسرعه وتقدر في خلال اسبوعين تاخد جرافت تانيه.
السيكس بليت شكلس ديت بتاخد معاك اكتر درمس، وبالتالي بيبقى فيها احيانا هير فوليكلز وجلاندولار استراكشرز. طيب عشان كده لازم تسلكت الدونر سايت، لانك ممكن تحطه في الفيس مثلا ويطلع منه هير، سواء كان فول سيكنس او الـ او السيكس بليت سيكنس، فلازم يشوت سيلكت الدونر سايت. طيب ايه الجرافت اللي نقدر ناخدها بايه؟ يا اما مانوال بالمانوال درماتوم او الالكتريكال درماتوم. وديت طريقه ازاي ان احنا ناخد السكين جرافت، من تعقيم، من مسكه ازاي السكينه 45 درجه، ضبط التخانه اللي هتاخد بيها، الاسترلايزيشن، كل ده يعني هيبقى وقت طويل قوي لو قدرنا نعملها، محتاج عمليات عشان تتعلم فيها كويس. طيب السينس بليت شكلس سكين جرافت زي ما قلنا ليه ادفانتج وليه ديس ادفانتج. احنا قلنا الادفانتج بتاعته، لكن الديس ادفانتج ان الكونتراكشن بتاع السكين جرافت هيبقى عالي قوي، تمام، وما يتحملش التروما، عكس الفول سيكنس. فول سيكنس الكونتراكشن فيه اقل ويتحمل التروما، وكل ده عشان الثيكنس بتاعه الديرمس اللي احنا قلنا ان هي طف لير، تتحمل التروما ويبقى قليل قوي ان يحصل معاها كونتراكشن. طيب لو احنا حطينا سكين جرافت على بيد في جريشن تيشو جود فاسكولاريتي، ايه المتوقع ازاي يحصل جرافت تيك؟ لقوا ان فيه 3 فيزز. اول حاجه في اول 24 ساعه، يمكن اكتر من 24 36 ساعه، السيروم انديبيشن، وبعد كده يبدا يحصل ريفاسكولاريزيشن، وبعد ما انت بتشوف الجرافت وما بتحتاجش غيار بيبتدي بقى اللي هو الماتوريشن. طيب لو خدنا بالنا من الصوره دي، دي كده السكين جرافت هنا، وده البيد كده، تمام. الثيوريز بقى اللي بتقول ازاي بيحصل فاسكولاريزيشن او ريفاسكولاريزيشن للسكين جرافت، اول حاجه زي ما اتفقنا النقط اللي احنا شايفينها ده اللي هو البلازماتيك انديبيشن او سيرم انديبيشن. طيب ايه تاني بيحصل عشان يحصل بقى فاسكولاريزيشن او ريفاسكولاريزيشن؟ ان الجرافت فيسلز اللي احنا شايفينها هنا دي، معلش الماوس الظاهر اهو، الفيسلز دي بتبدا تريجريس ويفضل فيها بس انفراستراكشر بيز اللامينا اللي على اساسها بعد شويه لو ناخد بالنا هيحصل ايه؟ هيحصل في الصوره اللي بعدها دي اللي يبدا اندوثيليال سيلز من البيد او من اللي هو اللي هو البيد هنا تبدا تدخل وتعمل انجروث فيه لحد ما بعد شويه زادت الاندوثيليال، فيبقى السيول الاولانيه ان الجرافت فيسل ريجريس اند ليف بيز اللامينا انفراستراكشر فولود باي انجروث اوف هوست اندوثيليال سيلز، او ان يحصل دايركت انستموزس ما بين الفيسلز اللي في الجرافت واللي في البيد. ثالث حاجه ان يطلع فيسلز جديده وهي اللي تدخل من البيد على الجرافت. طيب مهم قوي ده بيحصل امتى اللي هو ريفاسكولاريزيشن؟ تقريبا في اول 48 ساعه. موضوع السكين جرافت ماتوريشن ممكن ياخد لحد سنه، ممكن يبقى اكتر من كده في حالات البيرن فيكتيمز او مع التشيلدرن. طيب ممتاز. في الماتوريشن بيبقى مهم قوي السكين جرافت فاسكولاريزيشن اللي حصلت، مهمه في ايه؟ ان هي بتمنع الاندرلاين تيشو كونتراكشن ويبدا يطلع فايبروبلاست من البيد ومن البلاد سيركيليشن دي، على اساس ان هي ايه في اللي هي الاريا اللي ما بين الجرافت والبيد، يحصل كولاجين ديبوزيشن، كروس لينكينج اللا والاكسترا سيلولار ماتريكس، كل ده بيطلع لي في الاخر حاجه اسمها الفا سموث ماسل اكتين، ده اللي هو اكزيرت الكونتراكتايل فورسز على الاكسترا سيلولار ماتريكس. مع الووند ماتوريشن الابيثيليوم من الايجز بتاعه الووند بيطلع لي برضه بيزال لامينا على الاوبن سيرفيس بتاع الايدج، تمام، ويبدا يكروس بروجريسيفلي عشان يغطي لي الحتت اللي هي ما بين الجرافت والايدج اللي هي ممكن ما يبقاش الجرافت لامسها، فبيحصل هنا سام سورت اوف ري ديثيريلايزيشن من ناحيه الايدج. ايه هم السكين ابنديجز؟ كلنا عارفينهم، الهير فوليكل، السويت جلانس، الديرما، السويت جلانس، كل دولت
بيبقوا موجودين في الاسكان. ودولت الحقيقة لما بناخد السبليت سيكند سكين جرافت بيبقى لو احنا خدنا اللي هو الفيك فده بيبقى موجود معانا السكين ابنديجز دي. والسكين ابنديجز دي بتبقى ليها دور كبير قوي في ايه؟ لان في الاساس هي بتبقى لايند الهير فوليكل او السويت جلاند بإبيثيليوم جاي من الإبيديرمس، وبالتالي الري إبيثيليالايزيشن على الدونر سايت لما بناخد سيكس بليت سيجنس بيطلع من السكين ادينيكسل استراكشر دي الحقيقة. طيب هل بيحصل ان النيرف سنسيشن ترجع تاني للسكين جرافت ولا لا؟ الحقيقة لسه unclear، لكن في بعض الدراسات قالت ايه نفس الفكره بتاعه البلاد فيسلز اللي هي كان في انفراستراكشر بيزال لامينا فهي بتستفيد من هذا برضو الانفراستراكشر، والنيرفز اللي موجوده في البيد تبدا تدرس جوه الجرافت ويحصل السنسيشن يرجع تاني. طيب خدهم هيستولوجيكال ستاديز برضو ولقوا ان في سيميلر نيورال استراكشر ما بين الهيلث سكين اللي قريب من البيد والسكين جرافت اللي اتحط وحصل له تيك، وان كان السنسيشن ما بيبقاش نورمال يمكن لحد سنه او اكتر كمان في بعض الاحوال. طيب النيورو يعني بس عشان في حاجه هنا كده ايقونه عايزين ايه نشيلها. النيورال ريكونكشن للسويت جلاند هل بيرجع هي كمان؟ اه بيرجع ممكن في خلال 3 شهور. وعشان كده مهم قوي لما تعمل سكين جرافت ما تهملش الموسترايزيشن للجرافت، لان ما بيبقاش فيه سويتس يطلع يعمل فيحصل فيه دراينس للسكين، فلازم تعمل انت لحد 3 شهور او لحد 4 شهور الموسترايزيشن، وده مهم قوي. طيب الكلينيكال ابلكيشن بقى للسكين جرافت عندنا لو احنا عيان زي ده شفناه ده بوست بيرن كونتراكتد نيك والتشين واصله لحد التشست، هنا لو ده معناه ايه؟ ان الديرم هنا كان واصل للديب ديرمس تمام، وبالتالي هيبقى فيه وند كونتراكشن، وبالتالي في لو هي سمول هيبقى فيه سكار وخلاص، لكن لو يبقى فيه لارج اريا وعلى جوينت زي النيك زي الالبو زي الني كل ده ات ويل كونتراكت ويعمل لي سيفير ديفورميتي. طيب ده يخلينا نقول ايه الفرق بين الكونتراكشن والكونتراكشن. في الصورة اللي احنا شايفينها ده فول سيكنس سكين جرافت، لو خدنا الدايمنشنز بتاعت الدونر هنا هنلاقي ان الجرافت اصغر، فديت هنسميها برايمري كونتراكشن، وده سببها الاستين فايبرز في الديرمس بتبدا ايه تكش كده تمام، ودي بتبقى واضحة فين زي ما قلنا في فول سيكنس سكين جرافت. طب امال ايه الكونتراكشن؟ الكونتراكشن او ليه اسم تاني سكندري كونتراكشن او كونتراكشن، ده بيبقى موجود بعد ما بتحط السكين جرافت ويبدا يحصل له هيلينج. في حالات اللي هي السبليت سيكنس سكين جرافت بتلاقي ان الايه يحصل كونتراكشن، عشان كده ما بنحبش السبليت سيكنس على جوينت لاين. ليه؟ لانه هيكش بالكونتراكشن اللي احنا بنقول عليه، يبقى احنا عندنا برايمري وعندنا سكندري كونتراكشن. طيب لو احنا سيبنا احنا كل ده كلينيكال ابلكيشن يعني عشان نبقى فاهمين ان اهميه السكين جرافت ايه ولازم نعمل سكين جرافت للايه وين انديكيتد حاجه زي كده. مثلا لو في ووند هتسيبه لفتره شهور واثنين عشان يخف لوحده زي بعض الناس ما بتعمل، ده ما ينفعش. ليه؟ لانه ممكن في الاخر هيهيل بسكار تيشو وفي الاخر بعد 20 ولا 25 سنه يبقى فيه اللي هو السكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف سكار اللي هو المارجن ألسر تمام. يبقى هنا طالما ان انت عندك الفاسيلتيز انك تعمل بيها كفرج يبقى يو شود كفر تمام. ليه؟ لان السكين جرافتنج از ستيل ذا جولد ستاندرد تو كفر لارج ارياز اوف سكين لوس، بس في شروط. ده مثلا هنا في باب ودي النيو على قريبه من النيو ريجون، لازم في كونسيدريشنز للريسيديان سايت. هنا ما ينفعش احط سكين جرافت على ده لان في عندك نيكروتيك تيشو ممكن يبقى في انفكشن، فما ينفعش البيد ان ريدي فور جرافتنج. يبقى لو انت عندك النو وند بيد فاسكولاريزيشن زي مثلا
برضو حالات غير اللي هي غير ده. ممكن تلاقي مثلا لو في راديشن بوست راديشن، لو كان الووند زي كده ده في الاسكر او نيكروتيك تيشو اللي موجوده ده ما ينفعش تحط عليه جرافت. طيب البكتيريا ليفل مفترض ان انت تاخد في تيشو بايوبسي وتعمل لها بكتيريال كاونت، ومفترض ان هي ما تزيدش عن 100 بكتيريا بير جرام اوف تيشو عشان يبقى في جرافت تيك كويس. ولو في نيكروتيك تيشوز اللي احنا شايفينه ده يو شود بي اكسايز فيرست. طيب احيانا يبقى في اسوشيتد فراكشر مثلا في البون او اكسبوز بون او اكسبوز تندون، هنا بالتالي كل دي ما ينفعش ان انا احط سكين جرافت عليها مباشره. ممكن ينفع هنا لكن هنا مش ينفع. يبقى في اذر اوبشن زي مثلا ان انا احط فلاب والعيان ده كانت عمل له جروين فلاب. طب لو التندونز او بونز كانت اكسبوزد وما كانش فيه بريوستيوم ولا باراتينوم نعمل ايه؟ والله ممكن نحلها لو التيشو اللي حواليها نقدر ناخدها ونكفر الاكسبوزد بون او التندون ده وحل المشكله ده كويس. تمام. ايه تاني؟ ممكن نحط ديرمال سبستيتيوت زي الانتجرا ولا حاجه لحد ما تكون جريشن تيشو، بعد كده نعمل السكين جرافت. برضو في الدونر سايت مهمة قوي في حالات مثلا الكرونيك ووند، لو احنا قررنا ان هنا هياخد سكين جرافت مش فلاب لازم هتعمل اكسيجن للاي جي دي، ودي مهمة قوي بشارب اكسيجن بمشرط. تمام. ليه بقى؟ لان الكرونيك ووند مارجن شود بي شارب اكسايز ويز بليد بيفور جرافتنج. ليه؟ عشان يساعد اللي هو الكريبينج ما بين الجرافت وبين الدونر سايت، وما يبقاش فيه زي بارير ان يبقى في بينهم كونكشن او يحصل هيلينج او ريبيثيلايزيشن، وده بيبقى مهم قوي ان انت لازم تعمله. من ضمن برضو الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في البيت ديورينج سيرجي، لازم تعمل جود هيموستاسيس، والا هيبقى فيه هيماتوما تحت الجرافت وبالتالي هيبقى فيه جرافت لوس، يبقى ده مهم قوي. احيانا في السكين جرافت اللي ممكن تاخده في حالات التروما يجي لك مثلا افالسد فلاب كده ولا حاجه او ديكلاف انجري، فممكن نستفيد بالسكين جرافت بتاعتها ان انت تعمل لها ديفاتنج تقلل الثيكنس بتاعها، وتقدر تعملها برايمري او انك تبريزيرف فور سكند او فور ليتر يوز ان شاء الله. ايه تاني؟ الفول ثيكنس سكين جرافت بنحتاج اماكن تقدر لما تاخد الجرافت بتاعتك تقفلها برايمري. تمام. ومن اكتر الاماكن عندنا البوست اوريكولار، ممكن الابر اي ليد، ممكن السوبرا كلافيكولار، ممكن الجراين، ممكن السابوليتيان، كل ديت اماكن لكن للاسف ما تقدرش تاخد منها يعني سكين جرافت كبيره، وبالتالي تقدر تحلها بان انت تعمل اكسباندر او مثلا في اللور ابدومين لو في ريدندنس ولا حاجه تحط اكسباندر تاخد الحجم او المساحه اللي انت عايزها. مهم قوي برضو يو شود سيلكت الدونر سايت، والحقيقه مش مقبول قوي ان يبقى كان عندها هنا مثلا رو اريا واخد فول ثيكنس سكين جرافت من اللاترال ارم، فلازم تختار المكان اللي بعد كده ما يبقاش هو ديفورم، ما ينفعش. طيب احيانا بنلجا للمش سكين جرافت بالشكل ده، وده بنعمله للسبليت سكن سكين جرافت، وتقدر تزود السايز بتاعته والدايمنشن بتاعه يمكن 6 مرات او اكتر من الاوريجينال سايز، وده الحقيقه بيفيدنا لما يبقى عندنا بيرن مثلا بسيرفس اريا كبيره وما عندكش دونر سايت افيلابل فتقدر تعمل ده. طيب احيانا نعملها في السكين جرافت الصغيره ويز 11 بليد على اساس ان هو ده بيبقى مفيد قوي، مش موضوع بس الدايمنشنز بيزودها، لا ان لو في سيروما لو في هيماتوما تخرج ما تحصلش تبقى تحت الجرافت. ده الميشر وبيبقى فوقها هنا كارير اللي هو قلنا في سايزز منه ممكن يزود لي السكين جرافت من 1 لـ 1 لحد 1 لـ 9، ودي طريقته كده ان انت
بتعدي زي العصارة بتاعت القصب، بتعدي المشر أو بتاع اللي هو الكارير والسكين جرافت فوقها، بتخرج لك الناحية الثانية بهذا الشكل. طيب هل الحاجات اللي هي السليتس دي هتبقى ري ايبيثيلايز بعد كده؟ بتبقى ري ايبيثيلايز من الكيراتينوسايت من السكين ستريبس اللي بينها، بتبدا تطلع هي عشان يحصل ري ايبيثيلايزيشن وبتبقى كفرد كويسه قوي من ناحيه الكفرج، لكن استيتيكالي لا فيها كلام. طيب خدت الجرافت واخترت انك هتحطه على ضوء على ريسيبيان سايت كويس ready for grafting، how to fix the skin graft، وهل هو مهم ولا لا؟ مهم جدا طبعا، انك لازم تعمل fixation للجرافت وfixation للليم لو انت مثلا على upper limb او على lower limb، وخصوصا كمان لو على joint او قريب من joint لازم تعمل complete fixation. تمام؟ طيب او ان انت ده لو احنا هنعمل fixation وهيبقى closed wound، طيب تقدر تحط exposed technique او open technique، هتقدر، بس الحقيقة بيحتاج ان انت تقريبا كل نص ساعة تحط عليه صلاين تنظف باستمرار، فده بيحتاج الحقيقة انتنسيف مونيتورينج وتفضل باستمرار لو اي كوليكشن حصل تحت السكين جرافت. الفيرست دريسنج ده اللي هو التاي اوفر اللي بنحتاجه بعد ما تحط الجرافت بتاعتك، ده كان عيان عنده بوست بيرن سيفيرلي كونتراكتد اكزيلا، وكان اللي احنا محتاجين نحط نعمل كفرج بعد الريليز، فكان الاوبشن ان هنا مش هينفع سكين جرافت، وحتى لو حطيت فول سيكل سكين جرافت برضو لو في لاب هيبقى افضل، فقررنا ان احنا ناخد اللي هو الباراسكابولار سكين باراسكابولار فلاب، وخلينا كل ناحيه الاجزيل كلها نورمال تيشو سكين بسبكوتينيوس تيشو فاشيا، وفي تحت على الترانك هنا حطينا الجراف. لو ناخد بالنا هنا ان انت السكين ايجز بيبقى عليها ستيتشز اللي هي الطويله دي، وتقدر تعمل كمان فيكسيشن في البيد بمالتيبل سوتشرز هنا كده زي ما احنا شايفين، وفي الاخر بتحط مثلا شويه الفازلين، بتحط قطن، بتحط سوكس دريسنج وتربط عليها، ده اسمه التاي اوفر. التاي اوفر ده مهم قوي فور ستابيليتي وعشان ما يبقاش في كوليكشن بسهومه او هيماتومه بعد كده. احيانا الفيكسيشن ان انت برضه للجرافت بانك تستعمل اللي هو الفاكيوم اسيستد بريشر، بان انت بعد ما تحط الجرافت تحط سفراطيل ولا حاجه كمان فوقها وتبدا تركب اللي هو الفاكيوم، وده برضه نوع من ولازم يبقى هنا الجرافت سليتد بعد مشط 11 او تعمل له الميشر الميشنج على اساس لو في فلويد بيخرج من الووند يخرج مع الفاكيوم. طيب ده اكزامبل ل لوور ثيرد الليج واكسبوزد بون، واتعمل ماسل فلاب وميجد سكين كرافت، ودي حاجه كده اللي هي البوست اوبراتيف ليت بوست اوب. المشكله بقى هنا ان السكين كرافت يعني less cosmetic result، الكونتراكشن فيه عالي قوي زي ما قلنا، ده اللي هو second contraction، التيك بتاعه بيبقى كويس قوي لان في كل الفلوس تقريبا بتلاقي حاجه تخرج منها، مستو ان هو يقدر يغطي مساحه كبيره خصوصا لو كان في burn percent مساحه كبيره. ال unmeshed skin graft بقى او السميتيك سكين جرافت بيديني aesthetic result وfunctional احسن من المشد جرافت، لكن الميج جرافت بتبقى مضطر انك ليه احيانا. الفول سيكنس سكين جرافت غالبا لما بنحتاجه لجوينت لاين، تمام؟ مشكلته ان هو زي ما اتفقنا ان هو ليميتد ان افيلابيلتي، يعني مش هتقدر تاخد مساحه كبيره والاماكن المتاحه فيها قليله قوي، لكن تقدر انك تحط الاول لو انت مش ايرجنت، يعني تحط تيشو اكسباندر مثلا في اللور ابدومين، تعمل اكسبانشن للسكن وتاخد مساحه اكبر، ده يقدر تعملها. المهم قوي ان انت لما بتاخد السكن جرافت فول سيكلس انك تعمل له دي فاتنج بحيث تقلل البردن اللي هيبقى على البيد في انه يوصل له بلاد سبلاي، وبالتالي كل ما هترفعها هيبقى احسن، وبالتالي هنا تضمن جرافت تيك افضل. السبلنت از فيري امبورتنت، ما تهملهاش من فضلك. اولا لحاجتين، حاجه اللي هي الاوليه ان يحصل فيه ستابيلايزيشن للسكين جرافت في البيد
وبالتالي اي شيرنج موفمنت هتتمنع. ده مهم جدا جدا. غير كده ايه تاني ممكن يبقى مفيد؟ ان الريسك اوف وند كونتراكشن لو انت ما عملتهاش الحاجه دي بقى عالي برضه، لكن وجودها ودي يمكن بتبقى واضحه قوي مثلا في النك، بعد ما بتعمل سكين جرافت بتاعتك بتحط النك كولر ولا حاجه وممكن تقعد معاه 6 شهور، بتبقى مفيده ان هو يقلل لك الكونتراكشن ريت اللي ممكن يحصل. دي مهمه قوي. الفيزيوثيرابي بعد ما بيخف الجرافت مش محتاج خلاص دريسنج، ده مهم قوي. وانك تعمل كمان سكار مساج على الدونر سايت بيتحسن مع الوقت، والجرافت نفسه بيتحسن مع الوقت، والفيزيوثيرابي بيشغل لك الجوينت لو حصل مثلا لو قعد لفتره شهر ولا اكتر يبقى فيه some sort of stiffness، فمع الفيزيوثيرابي بيقدر يرجع تاني ويمشي او يحرك ايديه مش فيها مشكله. للاسف بقى الفاينل ابييرنس بتاعه الجرافت هي في الاول ما تبقاش كويسه، تتحسن مع الوقت لكن مش في كل الناس، لكن صعب قوي ان هي يتحسن في الكالر بتاع السراوندنج تيشو والتكتشر بتاع السراوندنج تيشو، هو بيبقى يعني. فعشان كده كل ما تاخد سكين جرافت من مكان قريب من الاريا اللي هتحط عليها الجرافت ده بيبقى الى حد ما التكتشر والكالر قريبين من بعض. طيب الفيرست دريسنج اعمله امتى؟ ده نفس العيان اللي كنا اتكلمنا عليه، ده بعد ما شلنا التاي اوفر. في العاده من بعد اليوم الخامس، انا في العاده بعملها بعد اسبوع لو الوند از كلين وند واتعمل برايمري سكين جرافت ديورينج سيرجري. ده الحقيقه لو عملته بدري عن كده تقدر تعمله، لكن هيبقى عندنا فايده ومشكله. الفايده الاولى ان انت هتديتكت اي هيماتوما او سيروما بدري وهتفضلها، لكن المشكله ان ممكن يحصل شيرنج للجرافت وبالتالي الفاسكولاريتي اللي حصل لها ريفاسكولاريزيشن ممكن تفصل وبالتالي ممكن يبقى سبب لجرافت فيلر. فيفضل الجرافت عشان تعمل له فيرست دريسنج تشينج يعني المتوسط اسبوع. طيب زي ما قلنا ان الديرمس هو اللي بيحدد لي الكونتراكشن اللي هيحصل بعد ما بيحصل هيز الجرافت وجرافت تيك. فعشان كده الفول سيكل سكين جرافت هو الحقيقه بيبقى مع كل الدرمس وبيبقى مع كل الابيدرمس، وبالتالي هنا بيقاوم اي كونتراكشن يحصل، فهنا بيبقى مناسب وايديال انك تحطه على جوينت لاين في نيك في حالات الداكلي مثلا، في تروما للفليكسورز بتاعت اللي هو البالم سيرفيس بتاع الهاند، ده بيبقى مهم قوي. طيب في عندنا مشكله لما بتاخد الابيديرمال جرافت بس ما تاخدش معاه الايه الدرمس، ان انت هنا ان المكان اللي خدت منه هيخف بسرعه جدا وتقدر تاخد منه بعد اسبوعين، لكن الكونتراكشر فيها هيبقى عالي جدا. تمام؟ فين في مكان الجرافت اللي انت حطيتها هتويل كونتراكت وده يعمل لي مشكله. حاجه ثانيه ان هيبقى انستابل بالتروما، اي تروما هتخلي يبقى في دايما التريشن، فهنا يعني فايدته الوحيده انه يكفر لكن مش 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 هو الايديال كفرج. احيانا تقابلنا مشكله ان الجرافت كانت طلعت زياده مثلا عن الووند اللي موجود، فتلاقي فيه شويه ريجولاريتي على الايجيبت، فدي تقدر تعمل لها سكين اكسيجن ودايركت او برايمري ووند كلوجر. For darker areas of the skin زي النبل والاريولا يفضل لو خدنا جرافت من الكونترالاترال اريولا او الجينيتاليا على اساس تبقى ايه سيميلر تو ذا نورمال. برضو من الاستيتيك كونسيدريشن في الفيس، الحقيقه برضو مشكلتنا ان انت لازم تختار من الدونر سايتس للفول ثيكنس سكين جرافت حاجات قريبه من الفيس، يعني لو الديفكت يتغطى ببوست اريكلر حتى لو خدتها بايلاترال اوكي، او انك تاخد صبرا كلافيكلر ده يبقى برضه مناسب. طيب ازاي بقى بيحصل ري ابيثيلايزيشن بعد ما بتاخد السبليت سيكنس سكين جرافت مثلا من الساي؟ المسؤول عن كده زي ما اتفقنا اللي هي السكين ادينيكسال ستراكشر، الهير فوليكل والسويت جلاندز والسبيشوس جلاندز، كل ديت ابيديرمال دريفاتيفز
وبيحصل زي ما قلت لكم في الاول ان الابيديرمس بينفاجينيت جوه الاستراكشر دي كلها، فبالتالي هي بتبقى داخله عميقه في الديرمس. لما بيتشال السيكنس سكين جرافت هي اللي بتبتدي تعمل الري ابيثيلياليزيشن، يبقى ذيس استراكشرز بروفايد ذا بيزس فور ري ابيثيلياليزيشن. طيب خدت سكين جرافت وعايز تحتفظ بيه ان البيد مش ريدي انك تحط عليه النهارده، او تاخد تبقى ايه بريزيرف حتى لو ان حصل فيه مثلا جرافت تيك مش زي ما انت متوقع ولا حاجه، نقدر ان احنا السكين جرافت كان دي ستور في شاشه مويست مش بسلاين، لا يعني ايه شاشه متغرقه في سلاين تمام، لكن ما نحطش الجرافت في سلاين ما ينفعش. عند درجه حراره 40 ممكن لحد اسبوعين تمام تقدر تحطها في باب الثلاجه مش في الفريزر تمام. طيب هل ان احنا الستورج ده يقدر اكستند عن كده ولا لا؟ اكسبيرمنتال عملوها بالسيل كالشر ميديا تمام. طيب للديجلوفنج انجلز نقدر برضو زي ما قلنا قبل كده واتفقنا احتفظ بيه ما ترموهوش، اعمل ديفاتنينج للسكين اللي انت شايفه، وممكن تستعمله از فول سيكل سكين جرافت immediately او later on. من ضمن الكومبليكيشنز اللي على الريسيبيانت سايد ممكن يبقى فيه هيماتوما او سيروما. السيروم ده بيبقى مهم في الاول بس الكميه بسيطه، لو زادت عن حدها هتبقى ده بارير ما بين الجرافت والبيد ومش هيحصل ري فاسكولاريزيشن، فهنا لازم as you can you should evacuate الهيماتوما او سيروما. انفكشن ممكن برضو تفتح ان الوند ما كانش كويس وكان مليان بكتيريا وانت حطيت عليه سكين جرافت، او ان هو كان كونتامينيتد انترا اوب او بوست اوب، فانت هتلاقي ان الجرافت عايمه على باص. لو بدري ولحقتها وفضيت الباص اللي موجود ده وتعمل دايلي دريسنج ممكن يعدي بارشلي اور كومبليت اكوردنج للسيفيريتي اوف الانفكشن. من ضمن الكوميونيكيشن ان الجرافت ما ياخدش يعني ما حصلش هيلينج مع البيد، وديت بتبقى ليها ظروف. لو في انفكشن، لو في تيومر، لو مال نيوتريشن، لو في فاسكولايتس، لو بياخد استيرويد او كيموثيرابي، فبالاخر هتقول يا اما لوكال كونديشن يا اما جنرال كونديشن. اللي احنا قلناه ده كله ده جنرال كونديشن، زائد اللوكال ان اللي يبقى فيه انفكشن موجود في الوم او ان ريدي ديجريشن تيشو، انتي ديجريشن تيشو، فاسكولاريتي مش حلوه، وبالتالي هو ده سبب من ايه؟ من مونتينج. من ضمن الكومبليكيشن الكونتراكشر مع السبليت سيكل سكين جرافت وخصوصا مع الجوينتس، لكن احيانا الكونتراكشر ده بيبقى مفيد قوي مثلا في الابدومين في الترانك، ان انت بعد ما بيقل في السايز بتاعه تقدر تعمل سيريال اكسجين، وبالتالي ما يبقاش موجود الجرافت ده مثلا على مرتين ولا ثلاثه. الانستابيليتي شير فورسز ديت سبب كبير قوي للجرافت فيلير. لايه؟ لان اول ما بيتكون بلاد فيسل ريفاسكولاريزيشن تتكون ممكن مع الشيرنج مع الجرافت لسه اماتيور يحصل ان هو يفصل من البلاد سبلاي ليه، وبالتالي يبقى ده سبب للفيلير بتاع الجرافت. من ضمن برضو الكومبليكيشنز الكوزميتيك ايشوز، وده اللي هو المشد جرافت تحس كده كان ايه في كابل ستون لايك باترن، وده الحقيقه مش لطيف خالص. برضو بتلاقي دايما في الجرافت ان الكالر بيختلف عن الدونر سايز او عن اللي هو اللي انت سراوندنج تيشو، ممكن تلاقي في بعض سكن اكسسيف سكن سراوندنج جرافتد اريا، وزي ما قلنا تقدر تشيله على مره مرتين بحيث ان هو يقفل معاك برايمري من غير تنشن. كومبليكيشن عند الدونر سايت اللي احنا بناخد منها مثلا من الساي او من اللي ده هو في الثيكنس من الاماكن بتاعت الفول، ممكن يحصل انفكشن، ولو حصل انفكشن انت المفروض انك واخد بارشال ثيكنس سكين جرافت او اللي هو الثين او الثيك. لما يبقى انفكشن بيحولها الى مور ديب، وبالتالي سهل جدا ان انت تبقى كانك اخد فول ثيكنس سكين جرافت مع وجود انفكشن، والسكارز اللي هتبقى موجوده او يمكن في بعض الاحيان النادره جدا انك تحتاج تحط عليها سكين جرافت ثين سبليت ثيكنس سكين جرافت تو كفر الرو اريا بدل ما يقعد لفتره طويله، لانه مش هيخف لانه بقى ديب اكتر من اللازم، مش هيحصل السبونتينيوس هيلينج او ري ايبيثيلياليزيشن.
ممكن يبقى فيه هايبرتروفيك سكار او كلايد وارد جدا. مهمة بقى اللي العيالين معظمهم برضو بيجي يشتكي من الايتشنج, ده كومن رياكشن للدونر سايت, وده الحقيقه دايما محتاج يبقى فيه تلطيف للحاجات ديت بان انت تدي بعض الحاجات اللي هي الانتي ايتشنج, يستحمى في الصيف, يلبس ملابس قطن, كل ده بيبقى مهم قوي عشان نقلل الايتشنج. طيب بالنسبه للسكين جرافت واحتياجنا الكتير ليها خصوصا في حالات الميجور بيرن, بدا يتعمل يعني بقى لنا اثنين يعني يتعمل الديرمال سبستيتيوتس في الكالشر باي انجينير الكالشر تيشو, كل ده فيها لسته طويله قوي. فمن ضمنهم الحاجات اللي احنا كلنا يمكن مشهوره, اسف معلش, السيليكون بوليمرز اللي احنا مشهورين قوي البايو بلين والانتجرا, كل دول بيبقوا ارتفيشال سكن لكن يزود ايبيثيليوم بتتحط لحد ما يتكون بالنسبه للانتجرا يعني جريشن تشو بس من بعد اسبوعين ثلاثه وتبدا تحط عليها السكن جرافت اللي انت عايزه. الهيومن كيراتينوسايت ده بالبايو انجينيرنج سكن سبستيتوتس, انك تاخد من العيان بعض حته السكن من الايبيثيليوم وتعمل لها كالشر, ودي بيحصل فيها اكسبانشن لاحجام كبيره قوي لكن مكلفه وبتاخد وقت مش اقل مثلا من 3 اسابيع من شهر عشان تطلع بسايز يبقى مناسب انك تستعمله. اللي احنا قلناه ده كان ينطبق على اللي هو الهوموجرافت او الاوتوجرافت. في عندنا نوع تاني اللي هو السكن الوجرافت اللي هو from another person يعني from the same species لكن من another different person. في حالات البرد ممكن تستعمله لان الاميونيتي بتبقى ضعيفه وبالتالي بيبقى مناسب قوي ان يحصل فيه سام سورت اوف جرافت تيك, وده بيبقى تمبرري لحد ما بيتحسن فبيبقى بعد كده ايه ما بقاش موجود السكن جرافت ده لحد الجينال كونديشن العيان ما تبقى احسن ان انت تكون خدت من دونر سايت عنده لحد ما يحصل له هيلك عشان تاخد تاني. تمام. اللي احنا قلناه بقى في الاناتومي بتاع الابيديرمس اللي فيه حاجه اسمها لانجرهام سيل, هي هنا الحقيقه بيبقى لها دور كبير قوي في الريجكشن لان هي الميون سيلز اللي مسؤوله عن الريجكشن. تمام. الزينوغرافت ده بتاع اللي هو ايه اللي هو ديفرنت سبيشيز يعني من انيمال لانسان, وده الحقيقه بيبقى معاه ممكن ريسك الريترو فايروس انفكشن للانسان, ممكن يحصل هايبر اكيوت ريجكشن في خلال مينتس او اورز افتر ترانسبلانتيشن. طب ايه سبب بقى الريجكشن من الجينوغرافت؟ كلنا بيجينا بكتيريال انفكشن, كلنا بيجينا مثلا بارازيتك انفكشن ديت من نفس السبيشيز, وبالتالي كل واحد فينا عنده اوريدي انتي بوديز اجينست التيشوز دي اللي هي الجينوجينيك تيشو, فلما بيتحط الجرافت بيبقى جاهز الانتي بوديز وبالتالي الريجكشن بتبقى فيها عاليه. ده كده السكين جرافت خلصناه, هندخل على البون جرافت. عندنا البون جرافت حاجه من الاثنين, يا اما كورتيكال اللي هو بيبقى بيمثل الشكل الخارجي بتاع السكيلتون اوف ذا بودي اللي هو بيبقى مور سترونج اللي هو موجود تقريبا بيمثل 80% من الاوسياس تيشو, والنوع الثاني اللي هو الكانسلس بون اللي هو بيبقى داخل اللونج بونز في من جوه في المظله او مع مثلا الالياك بونز في الداخل برضو بين التو كورتيكال لير. الكانسلس بون بيمثل حوالي 20%, هو مش بقوه او مش بنفس السترونجستي بتاعه الكورتيكال بون, فعشان كده ده ليه خصائص تستعمله فيها او انديكيشن وهنا ليه انديكيشن. الكورتيكال بون ريليتيفلي للاسف الكانسلس بون ريليتيفلي تو الكورتيكال بون بنلاقي ان في بورز موجوده في الكانسلس بون, وده الحقيقه بيميزه بايه؟ ان بيبقى سهل جدا اختراقه ووصول بلاد فيسل ليه, وبالتالي البلاد سبلاي ليه بيبقى احسن, ده بيبقى في وقت اقل من الكور.
الاندوسيوم بيبقى جوه ناحيه المظله وده بيبقى ايه فاسكولار كونكتيف تيشو. طيب البريوسيوم بقى زي ما قلنا اللي هم اوتر لير والانر لير اللي اتكلمنا فيها خلاص. والسيلز بقى بتاعه البون في عندي اوستيوبلاست والاوستيوسايت والاوستيوكلاست. الاوستيوبلاست ده بتاعه البون فورميشن والاوستيوكلاست دي بتاعه ايه اللي انت عايز تشيل البون اللي هو الريزورشن بون ريزورشن. وطبعا كل واحده من ديت ليها سورس اللي هو الاوستيوبلاست هنا السورس بتاعها البريوستيوم والاندوستيوم والبون مارو والاوستيوبلاست نفسها بتديني الاوستيوسايت. طيب انت احتاج بقى بون جرافت. في شغلنا احنا غالبا ممكن البوست تروماتيك بوست تيومر اكتيجن او بعض الكونجينيتال ديزيز او احيانا مثلا في الهاند فراكشرز ولا حاجه مان يونيون تقدر تحط له عايز تحط له سكين يعني. تمام. البون جرافت هيلينج والجرافت سيرفايفل. بعد الفراكشر بيحصل هيلينج عن طريق ايه؟ عن طريق الستيجز اللي احنا كلنا عارفينها. نفس الكلام البون جرافت بيمر بنفس الستيجز دي بتاعت الفراكشر هيلينج. تمام؟ طيب بيحصل الاول ريزورشن وبعد كده ريبليسمنت بفاسكولار انجروث ونيو بون فورميشن اللي هي بنسميها هنا ايه؟ كريبينج سبستيتيوشن. Resorption replace the vascular ingrowth with new bone formation. البون جرافت بيبقى يعني بيتأثر بكذا فاكتورز اللي هو ايه؟ هل البون جرافت سرفايفل او هيلينج يعني هل ده اوتوجينوس ولا الوجينيك؟ هل هو فاسكولارايزد ولا نون فاسكولارايزد جرافت؟ تمام؟ كل ده بيديني فكره على الهيلينج او السرفايفل بتاع الجرافت ده هيبقى ازاي؟ احسنهم طبعا بلا شك اللي هو الفاسكولارايزد بون جرافت. برضو في عوامل تانية الكواليتي بتاع الترانسبلانت بون الريسيبيان سايت لان ممكن تحط مثلا بون في سايت او ريسيبيان سايت في انفكشن في الفاسكولاريتي مش كويسه ضعيفه جدا ما فيش فيكسيشن مع التو اندز التانيين فكل ده بيخلي السرفايفل والهيلينج بتاعه الجرافت ضعيفه. تمام. برضو الكونتاكت ما بين التو اندز بتاعه الجرافت مع الريسيبيانت بيد والسراوندينج تيشوز كل دي بتساعد على ان يبقى السرفايفل بتاع الجرافت البون جرافت كويس ويبقى تقدر تعتمد عليه. طيب السكسسفل جرافتنج بيحتاج زي ما قلنا والفاسكولارايز بيد واديك جرافت فيكسيشن. الميكانيكال ستابيليتي بتاعه الهيلينج افكت بتساعد على الريفاسكولاريزيشن بتاعه الجرافت لان لو كل ما بيتحرك لو ده الكلام ده على مين على اللي هم الجرافت اللي هو الفري جرافت مش فري فاسكولارايز كل ما يحصل ريفاسكولاريزيشن هيتقطع فانت محتاج ميكانيكال ستابيليتي. تمام. تمام. طيب ايه السورسز اللي ممكن اخد منها كانسيلس بون جرافت؟ اهمهم الاليات كريست ممكن الكرانيال ديبني بس يعني حاجه بسيطه قوي في الابر تيبيال ديفيزيس والديستال ريديوس لكن الحقيقه هو اكثره شهره اللي هو الاليات كريست. الكانسيلس بون بيبقى الحقيقه يعني اللي انك تعتمد عليه كستراكشرال سبورت ضعيف قوي بيبقى قليل قوي. تمام. لكن في ميزات تانية هاير اوستيوجينيك واوستيو اندكتيف واوستيو كونداكتيف بروبرتيز اللي هي مطلوبه عشان يبقى ايه يحصل سيرفايفل للبون جرافت. اللي برضه هو اسرع في الانكوربوريتد والريفاسكولاريزيشن عن الكورتيكال بون بسبب اللي احنا قلناه البورز اللي موجوده وده الحقيقه بيبقى في خلال مثلا اسبوعين ولا حاجه عكس الكورتيكال بون اللي ممكن ياخد بعض الشهور. الجابز اللي ممكن تحط لها كانسيلس بون جراف يفضل ان هي ما تزيدش عن 6 سم وما تبقاش عليها ستريس بيرنج اريا او هي ما تبقاش ستريس بيرنج اريا. الكورتيكال بون سايت زي الفيبولا ودي مشهوره جدا عندنا الريب جراف مشهور جدا عندنا الالياك كريست برضو مشهور جدا عندنا ده بيبقى ليميتد ككورتيكال بون اوستيوجينيك بوتنشال. الكريبينج سبستيتيوشن بتاعه زي ما قلنا ان هو بيعتمد في الاول على البلازماتيك امبيديشن
من الريسيبيانت بيد على اساس يسبورت الاوتر لير بتاعه الاوستيوسايت عشان تكمل وتعيش معنا. عشان كده لازم الفاسكولاريتي بتاعه البيد تكون كويسه. الريفاسكولاريزيشن بتاعه الكورتيكال جراف بياخد له تقريبا زي ما قلنا حوالي شهرين، عكس الكانسلس بون اللي ممكن تاخد اسبوعين كفايه. الكورتيكال بون في ميزه انك مثلا لو انت عايز تعمل المانديبولار ريكونستراكشن فده الحق يقدر يديلك الميديات استراكشن لسبورت بعد ما بتشكل الشكل اللي هو الديفكت اللي موجود في المانديبولا، وتقدر تاخد لحد 12 سنتي ديفكت. ده برضو بالنسبه للفري مان فاسكولارايز كورتيكال بون جرافت. الكورتيكال جرافت الحقيقه عشان يبقى الجرافت سيرفايفل فيها عالي لازم تفصلها على قد الديفكت وتعمل في ريجيد فيكسيشن على اساس ايه ما يحصلش فراكشر عند الهيلينج بوينت بتاعه الجرافت مع الريسيبيانت بون. ده مهم قوي، يبقى انت محتاج تفصلها على قد الديفكت ويبقى في ريجيد فيكسيشن. تمام، وغالبا بنحتاجها ممكن كاونلاي اوجمنتيشن مثلا في حالات اللي هي ساد النوز، فتحتاج ممكن تاخد جزء من الريب وفي كوستال كارتريج وده تعمل دي اوجمنتيشن. طيب عشان احسن التشانس بتاع السرفايفل بتاعه البون جرافت ايه اللي يتعمل؟ ان انا لما خدت البون جرافت التايم تو اير اكسبوجر ات روم تمبريتشر المفروض ان هو اقلله على قد ما اقدر. بمعنى ايه؟ ان هو المفروض ما يزيدش عن ساعه ده الماكسيمم. تمام، عشان السيل فيابيليتي. طب انت لو longer periods of ischemia can be tolerated by bone cells لو المدلل النيوترنت بلاد سبلاي هتعمل له ايه؟ هتعمل له اللي هو الفاسكولارايزد فري فلاب، يبقى انت هتوصله بلاد سبلاي. ففي الحاله ديت مسموح لك لو قعد اكتر من ساعه بره على الترابيزه. طيب عشان ازود البون فيابيليتي مثلا لست ساعات او اربع ساعات، الجرافت ده بعد ما هتاخده من العيان ما تسيبوش على الترابيزه في الهواء، لا، شاشه ببلاد من بتوع العيان سوكد ببلاد وحطها لف بيها الايه البون جرافت دي. ده ممكن يقعد معاك اربع ساعات وست ساعات مفيش فيها مشكله. تمام، عايز اكتر من كده يبقى انت محتاج تحط البون جرافت ده في 10% هيومن سيرم البومين و 90% سولت سوليوشن عند درجه حراره 3. برضو الجرافت لازم كل ما زي الاسكيميا تايم يعني لازم يبقى بارد، يعني في مكان كول. تمام، لو اكتر من الحراره اللي هي ال 40 بقى والكلام ده ممكن يبقى في مشكله والبون سيلز هتبقى ديسترويد. قصه الناس اللي بتستعمل انتبيوتيك عشان الووشنج ومش بكتيريسايد والكلام ده بتبقى فعلا مفيده للبكتيريا از بكتيريسايد، لكن الحقيقه مضره برضو للبون اللي هو بنسميها سيليوسايدال، وبالتالي should be used with caution. ما تخليش ديد سبيس حوالين البون، قرب عليه سوفت تيشو وخيط عليه سوفت تيشو، قرب منه بحيث ان هو يزيد الفاسكولاريتي بيت بتاعته وبالتالي ما يجمعش هيماتوما تبقى سورس اوف انفكشن. ايدالي ان الجرافت should be placed in a previously prepared vascularized bed to increase the graft survival. بمعنى لو انت عندك في مشكله بون وعايز تحط بون جرافت والبيد فاسكولاريتي ما كانتش كويسه في انفكشن، كل ديت اجينست رولز ان انت يبقى تاخد جرافت سرفايفل سرفايف جرافت بون جرافت في المكان اللي انت عايز تحطه. الاليوم زي ما قلنا ده الموست كومن سايت اوف بون جرافت وخصوصا لو كان الكانسلس، لكن انت في الاليا ممكن تاخد الكورتيكو كانسلس بون جرافت. ده الحقيقه لان يعني تقدر تاخد حجم كبير منه، تقدر تاخده از فري بون جرافت او فاسكولارايز بون جرافت. وفي اكزامبلز كتيره قوي للبون جرافت اللي هي از فري اور فاسكولارايز بون جرافت. مهم قوي بالنسبه للاليا لو هتاخد منه ده الانتيريور سوبير ايليك سباين وده البوستير سوبير ايليك سباين. مهم قوي ان انت ترجع ورا دي 3 سم لسببين، ما يحصلش ان اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي بيبقى في المسافه دي، وان انت برضه لو قربت ممكن يحصل فراكشر للانتيريور سوبير ايليك سباين وما يتبعه من ماسلز اتاتش ليها وبين هيبقى موجود وليجمنت ماسك فيها. نفس الكلام
مهم أو أن أنت تبقى قدام البوستير سبير إليك سباين 4 سنتي عشان الساكرو إليا جوينت برضو نفس المشكلة ممكن يحصل لمشكلة ويحصل بسلوكين في الحاجة. بتحتاج الآلات ديت وانت بتاخد البون جرافت وما بين بقى اللي هو رفع السمحاق اللي هو الأوسيل إليفاتور في هامر موجود في أوستيوتونج بأشكال مختلفة ريتراكتلز الكراشنج هنا للبون أو كل ده بيبقى مفيد أو اللي انت لازم أجهز معك. واحنا بناخد من الإليوم الإكسيسيف ريتراكشن can potentially cause injury للاترال femoral cutaneous nerve of the thigh. وده احنا حذرنا منه ان احنا محتاجين نطلع قدام الانتيروس ميك سباين مش اقل من 2 سم لازم ده المينيمم. يعني ممكن لو قدام شويه كمان او لورا شويه كمان يبقى احسن 3 سم ده كويس. طيب قبل ما تقفل لازم تعمل هيموستاسيس كويس عشان ما يبقاش فيه هيماتوما وتحط بون جرافت وده مهم قوي في الموضوع. التيجا تقدر تاخد منها الفيبولا ودي مشهورة عندنا ان احنا ناخدها على البريميال ارتري فيسلز از ابيديكال او فري فاسكولارايزد جرافت. برضو من ضمن الحاجات جريتر تروكانتر والاوريكرينون از سورس الريب ده مشهور برضو عندنا في البلاستيك سيرجي. الكالفيريوم نقدر ناخد الاوتر تيبل ونقدر ناخدها از فري واز فاسكولارايزد جرافت. طيب الانتروبراتيف كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ممكن يبقى ده بالنسبه مع الكرانيال انه ممكن يبقى في ديورال بليدنج ممكن يبقى ديورال لاسيريشن وبوست اوبراتيف كومبليكيشنز زي مينيمال بين اوكيشنال باراتيزيا سبسكال هيماتوما كالفيريال ايرجولاريتيز عشان الاوتر تيبل اللي انت خدته ممكن يحصل انفكشن. كل ده وارد جدا يحصل ولازم تبقى اورينتد ليه. الفاسكولايز بون جرافت احنا قلناها كل اللي احنا قلناه ده تقدر تاخده as a vascularized bone graft. على سبيل المثال مثلا هنا اللي هو الاليات برضو بون تقدر تاخد اللي هو اعتمادا على deep circumflex iliac vessels وبتاخد معاك جزء من البون وجزء من soft tissue. نفس الكلام بتاع الscapular bone تقدر تاخده اعتمادا على اللي هو الثراكودورزال artery والسيركمفليكس سكابل ارتري كديسندنج برانش لو انت هتاخد من الايه من التراينجل هنا من تحت الايبكس بتاعته. هنا ده كده الاكزيلا ده الباك ودي رسمه الايه السكابلي ودي البون اللي تقدر تاخده اعتمادا على الثراكو دوزر ارتري وفي انجلر ارتري بيوصل لحد هنا كده وتقدر تاخدها مع ماسل تقدر تاخدها مع سكين بالبون. مشكلة ان لو خدت من السكابلا ممكن يبقى في سكابلا وينجي من سيريتس انتيبو ماسل ديفيجن ممكن الفاسكولار ممكن يبقى فيه بالنسبة للناس اللي هي الكبيرة في السن تفضلها عن انك تاخد فيبولار فري فلاب. ليه؟ لان الناس دي بتبقى عرضة يحصل فيه مثلا دي جي تي ولا حاجة من النوم الطويل فانت عايز تتحرك بسرعة فده تبقى superior عن ال free vascularized bone graft من من الفيبولا او من الاليك. الفاسكولايز ريب برضو تقدر تاخده الفاسكولايز كالفيريوم وهنا يبقى معتمد على اللي هو السوبرفيشال تيمبرال فيسلز وبتاخد اللي هو الميدل بارت الميدل ارتري هو اللي بيبقى البيديكل بتاعه. Grafting of peripheral nerve. كده احنا خلصنا اللي هو السكين والبون هندخل على البريفرال نيرف جرافت. محدش يعني عنده شك في ان لو جالي مثلا نيرف انجري واقدر اعمله برايمري نيورولوجي ده افضل من ان اسيبه وبعد كده يبقى فيه نيوروما وبعد كده لما اشيل النيوروما اعمل له ايه هيبقى فيه شورتج والريبير يبقى اندر تنشن واحتاج لان انا اخد نيرف جرافت. يبقى البرايمري نيورولوجي ده الجولد ستاندرد في النيرف ريبير. تمام. طيب برضو حاجه مهمه قوي عشان نبقى عارفين من السايت اوف نيرف انجري بيحصل ري جروث نيرف ري جروث 1 ملي متر بير داي. تمام. بس بشرط ايه؟ بشرط ان حضرتك يروح يلاقي الموتور اند بليت اكتف ما يبقاش فيه اتروفي.
يعني فلازم ان انت مع الانجيو لحد ما تجهز العيان يبقى فيه فيزيوثيرابي، ده مهم قوي عشان لما يحصل ريجينيريشن للنيرف يروح للمور للاند بليت موتور اند بليت تكون ستيل اكتنج، ما يبقاش فيها اتروفي وبالتالي العيان يستفيد. لو انت جيت عملت ريبير وكسلت تاخد نيرف جرافت وكان في اكسسيف تنشن، ده مستحيل ان يحصل فيه هيلينج ولا يحصل فيه نيرف ريجينيريشن، ات ويل انهبيت نيرف ريجينيريشن. لكن لو في يعني small amount of tension عشان بس ايه تعمل primary coaptation ده acceptable، بشرط ان انت ما يعني العيان ما يبقاش highly flexed. مثلا لو احنا اعتبرنا في اللي هو الكاتريست ولا حاجة يبقى severely flexed ما ينفعش، لا. لكن لو حطناه في functioning hand وعملنا repair it's good واكسبتد. وهنشوف دلوقتي نحل المشكلة لو في شوية tension نعمل ايه. نقدر نعمل شوية mobilization وللنيرفس على الناحيتين بس مش لمسافة طويلة عشان برضو بلاس اوف لايف بتاعه ده اللي هو نيروليسيس، او نقدر نحط في وسط الجاب اللي هو النيرف اوتو جرافتنج تمام، او الو جرافت بتاع عيان تاني تمام، او نيرف كوندوي. نيرف كوندوي ممكن تبقى زي حاجة زي كده تشو ولا حاجة وبتتوصل بين التو اندز وبيحصل ان النيرف ريجينريشن يمشي في التيوب يوصل للديستال اند تمام. ده مهم قوي. في برضه حاجه مهمه قوي هنا اللي هو انك تحط اللي هي لو الجرافت هنا الاوتو جرافت او الالو جرافت هنا تقدر تحط في سليف، يعني بتخلي الايدينيوريوم هنا طويل على الناحيه ما يبقاش كل السوتشرز على 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 لاين واحد، تخلي جوه مثلا اللي هو الفاسيكولار ريبير في مستوى والايدينيوريال ريبير في مستوى بعيد عشان ما يحصلش نيروما. ده تبقى برضه حاجه من الحاجات الكويسه. اللي بيحدد لي بقى البروجنوزس بتاع النيرف جرافت هيلينج البيشنت ايج، الكوموربيدس لو هو في حاجات تانية عنده ان كنترول دايبيتس او هايبرتنشن، كل ده عوامل بتاثر اللوكال انجري اوف ذا نيرف، لو هو المكان بروكسيمال ولا ديستال، لان طبعا كل مكان النيرف انجري ديستال بيبقى افضل يبقى بروكسيمال، لان كده هيحتاج مسافه طويله قوي عشان بعد ما يحصل ريجينريشن عشان يوصل لها. لو فرضا مثلا في الأجزلة عايز يوصل لحد التيب اوف ذا فينجرز فده مشوار طويل قوي، يعني فهنا دايما الديستال نيرف انجري يعني عند النيرف هيبقى افضل من انه يكون عند الريست، افضل من انه يكون تحت الأجزلة. الميكانيزم اوف انجري برضه دي عوامل بتقول لنا البروجنوز هيبقى ايه، هل هو كراش ولا افالجن ولا ترانسكشن كلين ترانسكشن مثلا بسكينه ولا حاجه، فده هيبقى افضلهم. التايمينج اوف ريبير ايميديت ريبير ولا بعد شهر ولا بعد سنه ولا امتى بالظبط، ده برضه بيفرق. والميثود اوف ريبير، هل كان في تنشن، هل ويز جود الاينمنت ولا لا، هل في سكارينج تيشو اراوند ذا ريبير ولا ما فيش. كلنا عارفين الكلاسيفيكيشن بتاعه النيرف انجري اللي هي السيدن دي اشهرهم، والساندرلاند الاثنين دولت اكتر كلاسيفيكيشن للنيرف انجري كلنا حافظين اللي هي النيوروبراكسيا والاجينيتيويسز والنيوروتيويسز. ساندرلاند جه قسمهم بقى الديجري لحد يمكن 5 وبعد كده 6، وكل واحد من دولت بيشرح لك ايه الانجري اللي موجود فيه. طيب لو جينا عملنا بقى ايه اللي هو جالي ميديات تروما وحصل فيه نيرف انجري، الجاد دي كانت سمول ولا لا، وجيت هحط هنا small thin graft revascularized more easily than larger nerves، وبالتالي السكسس والبروجنوز هيبقى أحسن. يبقى لو كان الجرافت اللي أنا أحطه صغير، عكس كده لو كان الجرافت طويل برضه هيعمل لنا فيه مشكلة وفيها controversy، هل هيرجع أو مش هيرجع فيها كلام. لحد 6 سنتي acceptable إن تحط nerve graft as a free graft. طبعا زي ما أنتوا عارفين ان كان في يمكن في سنة 76 كان تايلور وهام بدأوا يعملوا الفري فاسكولارايز نيرف جرافت، وجابت نتائج وبعض الناس بتشتغل بيها على اساس بدل ما يبقى فري جرافت لا يبقى في فاسكولارايز جرافت. المانجمنت بتاع النيرف جابه نعمل ايه زي ما قلنا، هل هو اوتو جرافت ولا ممكن تعمل نيرف ترانسفير، وفي حاجات تانية قلناها، لكن
النيرف ترانسفير هنا او النيرف اوتوغرافت. النيرف اوتوغرافت هو الافضل الحقيقه في الريكونستراكشن. وهنا ان شوان سيلز بتبدا تساعد في الريجنريشن للنيرف ديستالي. عيوبه ان انت هتاخد من دونر سايت تاني، فيعني هتعمل موربيديتي. الريزلت في الدونر سنسوري لوس برضو هتاخد مثلا شوره النيرف في الحته بتاعه السكن سبلاي بيها هتبقى فيها لوس اوف سنسيشن. تمام، ممكن يبقى فيه لايبيليتي النيوروما وارد جدا، ممكن يبقى فيه بين وارد جدا. النيرف ترانسفير تقدر تعملها في حالات مثلا في الابر لين، تقدر تعملها ليها ادفانتج وليها ديس ادفانتج. ان انت هنا تقدر تشتغل على الموتور والسنسوري على طول، ان انت تاخد نيرف من حاجه جنبها وتنقلها وهتشتغل. لكن طبعا النيرف اللي انت خدته ده في الترانسفير لازم نشود سيلكت ات بحيث ما يبقاش فيه موربيديتي من الترانسفير بتاعه. النيرف ريبير ممكن تعمله بالستيتشز العاديه سوتشز او بالفايبرنج جلو، بس بشرط ما يبقاش فيه تنشن زي ما اتفقنا. طيب في الليزر انرجي فور ايبن يوريال كوابتيشن انفستيجيتد، لكن للاسف الليزر هيعمل لي هيت دامج وبالتالي هيقلل لي التنسايل سترينث بتاع الريبير. لكن هيفضل الجولد ستاندرد بالنسبه لكل المايكرو سيرجن اللي هو المايكرو سوتشر اندر ماجنيفيكيشن. تقدر تحط سوتشر مع فايبرين جلو فور ريبير ممكن، وده افضل حاجه. طيب ايه الاوبتيمال ميثود اوف نيورورافي؟ افضل حاجه لو احنا شايفين هنا الصوره دي في بلاد فيسلز هي موجوده وفي فاسيكلز موجوده، مش تمام؟ فده كلها اللي هو احنا بنقول عليها التوبيكال لاندمار زي اللونج فينر فيسلز والفاسيكولار جروبس فور اورينتيشن. بمعنى ايه؟ ان انت حضرتك تقدر تحط اند تو اند مشابهه دي يبقى الفيسلز ناحيه الفيسلز، شكل الفاسيكل يبقى مع ماشيه مع دي، الجروب اللي هنا ماشيه مع الجروب الثانيه اللي هتعمل لها، بحيث ان انت في الاخر لو في ميكسد نيرف يبقى السنسوري يروح للسنسوري والموتور يروح للموتور. مهم قوي برضه كل ما تقلل السوشر يبقى احسن، كل ما يبقاش في تنشن هيبقى افضل برضه. ثانك يو. ولو في اي حد عنده اي اسئله. شكرا يا استاذ اسامه. العفو تفضل. على المحاضرة القيمة. أنا بس قبل ما ابتدي بحب نشكر ربنا على عودة الدكتور طارق البنوبي وياسر حلمي وأحمد طه علينا سالمين بنعمة الشفاء إن شاء الله. المحاضرة دي يا أسامة فعلا عاملة زي العمود المسلح بتاع أي عمارة، فانت فعلا لو عايز تبني استشاري تجميل صح او اخصائي تجميل صح فهو ده العمود المسلح بتاع جراحة التجميل. الووند هيلينج ان جنرال بالعناصر بتاعت الووند كلها. فشكرا ليك على المسلح القوي ده اللي انت اديتهولنا باسلوبك المبسط الشيق. بس كنت في السكين جرافت يمكن للتذكرة حكاية البريباريشن اوف ذا بيد وهاو تو ديل ويز الجرانوليشن تيشو، يعني على اساس ان الناس برضو بتوع الماجستير يبقوا معرفين هيشيل الجرانوليشن تيشو ولا هيسيبه، وهيسيبه ليه ولا هيشيله ليه. أعتقد إن زي ما حضرتك قلت في البون بريزيرفيشن فالبيست سايت فور ستورج أو بريزيرفيشن أوف ذا سكين جرافت إز ذا دونر أريا. دول بس كده تو بوينتس بنحب نضيفهم للكلام الجميل اللي أنت قلته، والإخوة بقى معاكم في أي أسئلة. شكرا يا أسامة. عفوا أستاذ أسامة، شكرا لحضرتك. ولو في اي حد استفسار من الدكتور اسامه يتفضل.
دكتور أسامة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم يا دكتور أسامة، بصراحة حاجة رائعة فعلا ومحاضرة قيمة ومجمعة، على الرغم من حضرتك يعني خدت يعني زي ما بقول دكتور فوز التجميل كله بصراحة، يعني ربنا يبارك فيك. وحضرتك في البون جرافت حضرتك ذكرت 12 سنتي، فهل 12 سنتي كجرافت ولا كفاسكولاريزد فلاب؟ اللي هو الكورتيكال بون جرافت از فري جرافت. از فري جرافت، لكن الكنتلوس ماكسيمم لحد 6 سنتي، بس ما يبقاش في حته محتاجه ستريس. يعني لحد 12 سنتي ما ينفعش، يعني ما ينفعش للماندبل مثلا تحط له كنتلوس. لا انا اصلا مش كام حاله نشوفها كانت عامله ريب جرافت فور ماندبل، عمل العيان عمل مرتين ثلاثه يمكن ذا سيم بيشنت وفيلد وجانا عملنا له فريفيبل، يعني اكتر من حاله بصراحه. فهل يعني هل حضرتك عندك خبره في هذا الامر او ريكوردد في اي بيبر ولا حاجه؟ المسافه الكبيره دي 12 سنتي بس، ده اللي انا اقصده ان هي سكسيد اس اف تي نون فاسكولارايزد. هو بص دكتور مجدي، هو الريفرنس بتاعي للبيتر ميليجن، لكن هي بتعتمد على اذر فاكتورز. يعني ممكن تبقى مثلا لو في تيومرز ولا حاجه مالجنسي موجوده في البيد مش هيحصل جراف تيك للبون. لو في انفكشن، لو الفاسكولاريتي مش كويسه، لو كان في ريدييشن، كل دي فاكتورز ممكن تنهبت الجراف تيك للبون. فممكن تمام. يكون هو ده سبب من الاسباب يعني، او جنرال كونديشن بتاعتها مش كويسه. تمام. انا مين في الفيس كمان وفي المانديبول يعني يعني لما صوت الفاسكولاريتي عاليه جدا، وعلى الرغم من كده حصل فيلير للتيك للجرافت عشان هي لونج سيجمنت. بس ده يعني كان تخيل. انا شاركت الراي بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام سعاده الرئيس. دكتور اسامه بمسي عليك و ثانك يو سو ماتش، يعني الله يخليك. محاضره جميله وفيري كومبريهنسيف صراحه تسلم ليك يعني. بس انا الحقيقه برضو يمكن برضو هنجوشيك معاك شويه في موضوع النيرفس كارايز ذا سيجمنت اوف بون جرافت. معترض انا شويه على اللينس ده، لان انا فعلا انا شخصيا شفت حالات كتيرة قوي عامله نيرفس كارايز دكتور اسامه. وتقريبا اولموست اول ريزوربت يعني في حالات كتيرة قوي شفتها فعلا. يمكن انا وافق حضرتك في حاله واحده مش في الماندبول. احيانا في الزملاء في الاورثوبيديك يحطوا نيرفس كارايز سيجمنت 10 سنتي ولا حاجه، بس بشرط بيكونوا مركبين العنق للظروف ويخلوه يعمل ايميديت ستريس. طيب تمام. ودي ما اعتقدش ممكن نعملها في الماندبول، يعني الستريس ده العنيف ده يمكن في اللونج بون وبش يعني باي ديفيكولتيز. طيب. انك انت بتحط سيجمنت طويله نيرفس كارايز وبتعتمد على الستريس عشان يسهل او يسرع الكريبنج سبستيتيوشن بروسيس بتاعت البون جرافت. انا اي ثينك في الماندبل اي ديس اجري في الماندبل ان صعب جدا تعمل القصه دي، وانا اي ثينك ان ستيل الفاسكولارايز بون جرافت هاز ا ميجور رول في الماندبل ريكونستراكشن في الميجور سيجمنتس يعني. اي اجري وذ يو بروفيسور، اي اجري وذ يو. الحاجه الثانيه الحاجة الثانية بس أنا يعني سمعت حضرتك الجزء الأخير بتاع النيرف كمان آخر جزء في المحاضرة. يعني تسلم إيديك، أنت عملت يعني تجميع كويسة الحقيقة في النيرف بالذات. شكرا. وأنا بس عاوز أضيف للزملاء الجينيورز يعني أهمية في البرايمري ريبير بتاع النيرف الأورينتيشن، يمكن حضرتك نوهت عليه قلت عشان الفاسكلز تبقى أوبوزد كويس، ودي الحقيقة لها دور كبير قوي في الأوتكم أوف ذا ريبير. صحيح. يعني اول ما بنعمل ريفريشمنت الايدجز نحاول نخلي النيرف اورينتد بالباظه بوزوره، نخليها اورينتد قصاد بعضها. انا اي ثينك يعني هذا ميجر رول في الاوتكم اوف ذا نيرف سبيشالي ان ذا برايمري ليبر، ومينيمال سوتشرز از ماتش از وي كان. يعني احنا ما بنحبش دلوقتي، يعني كان يمكن من 10 15 سنه طلعت الايرا بتاعت الفاسيكولار ريبير وفيد اوت كلها. ليه؟ لأن تبين ان الريزلت بتاعتها فيري انفيريور عن الابريور ريبير، بسبب انها بنعمل ماتش فايبروزس انسايد ذا نيرف اتسلف، فخلت الريبير نفسه سايد فيه كل في نيوروما كتير، وقللت التشانس اوف ريجينريشن فروم ذا بروكسيمال تو ديستال سيجمنتس. فدلوقتي احنا بنقول ده بنعمل ابريور وذ مينيمال سوتشرز از ماتش از وي كان، واجري جدا. واحنا دلوقتي بنستخدم الفايبرنج جلو جاست بناخد تو كورنر سوتشرز ونحط فايبرنج جلو از مور
result more better than much sutures في النير. In spite انك انت عامل good opposition للنيرفز opposite each other يعني. لكن بشكر حضرتك جدا جدا و thank you so much. بالمناسبة دكتور وائل بعد اذن حضرتك كان كنت حضرتك علمتنا ان احنا امتى ناخد القرار بتاع النيرف جراف او امتى اطمن ان مش تنشن. كنت حضرتك دايما تعلمنا ان احنا ناخد غرزة 8 زيرو لو ما قطعتش يبقى احنا كده التنشن بتاعنا فري. ممكن نكمل اجري وذي احنا طبعا انا ده مهم جدا لان لو ماتش تنشن هنعمل فايبروز جديد يعني لو احنا يعني النيرف بالذات ما فيش فيه معافيه يعني احنا لو عملنا ماتش تنشن كله هيتحول نيوروما تاني يبقى احنا ما عملناش حاجه. طب ما نسميها دي وائل ساين يا بيه بصراحه هنعمل دكتور وائل يعني بالاكسبيرينس يعني لا ما في حاجات في حاجات يا وائل احنا ساعات يعني بما بنهتمش بيها بس دي جود ايديا يعني هواي نوت ان هي ما تبقاش تست والحقيقه يمكن يعني. احنا هقول لحضرتك دكتور فوز طالما حضرتك بس انا مبسوط بصراحه للحكايه الايبي نيورال والفاسيكولار دي فعلا انت افدتنا بها شخصيا لان زمان كانوا فعلا يقول لك الفاسيكولار ريبير ومش فاسيكولار ريبير دلوقتي خلاص لان ثبت اتجاهه عكسي النتائج كانت عكسيه فعلا. الحاجة التانية كمان يا وائل في الفري جرافت ده في الماندبل I am totally agree with you with مجدي لأن it is يعني potentially infected و unhealthy recipient sites يعني إنما في اللونج بون الدنيا بتبقى نظيفة وكويسة في الماندبل وانترا أورال الدنيا ما بتبقاش يعني انت محتاج فاسكولاريز تيشو ديفند يعني الحقيقه الفاسكولاريز بوم بيديفند نفسه حقيقه في السيتويشن هذا الكلام كلام مظبوط ويمكن تكمله الكلام حضرتك برضو في الكومنت بتاعت النيرف جابس دي يمكن احنا بنتعرض ليها اكتر لما بيجي لنا حاله كراشت انجري يعني شويه تلاقي الديستال والبروكسيمال سيجن فيهم سام ديجري اوف كراشنج تعمل مينيمال ريفريشمنت تلاقي عندك جاب سنتي مثلا احيانا نعمل شويه موبيلايزيشن ان دي بروكسيمال اند ديستال اندز. في رايي لو الامور جت سموثلي زي ما احمد قال كده خدنا غرزه 8 0 وما لقيناش فيها اي سورت اوف تنشن ولا حاجه اوكي اجري نعمل برايمري ريبير. لكن لو لقينا ان احنا التنشن بتاعنا بعد كده متوقع الغرزه دي تفك بعد كده لما ناخدها انا اي ثينك ذس از نيرف جرافت هاز ا رول ان ذس سيتويشن. في سؤال لو عملنا نعم وائل بعد اذن حضرتك امتى لو انت عندك سيتويشن اللي انت فيها ممكن تعمل نيرف ترانسفير وممكن تعمل تندون ترانسفير حضرتك قابلت حالات زي كده وكان قرارك ايه لحاله معينه يعني انا يعني هي دي هي المشكله دايما في ريديال نيرف يا دكتور فوز يعني هي المشكله دي اساسا بتبقى في ريديال نيرف انجل ومعظمه بيبقى هاي ليفل انجريز لو انا مش مطمئن تماما ان البيت كويسه والريبير بتاعي هيبقى الاوت كاب بتاعه كويس انا اي ثينك ويل شيفت فور ترانسفير لان دي لونج سيجمنت وما نضيعش وقت العيان يعني دي فعلا محتاج حكمه شويه فعلا دي فعلا المسج اللي احنا طلعنا فيها باليوم المناقشه اللي كان رساله اللي كان نصف عليها مجدي فعلا 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 شكرا يا وائل شكرا جزيلا وسعيد يعني شكرا جزيلا شكرا دكتور اسامه العفو يا بيه ربنا يبارك فيك لو في اي اسئله ثاني لاسامه يا جماعه one of the audience asking is there a difference between vascularized graft and the free flap regarding terminology الحقيقه regarding terminology فهو الحقيقه الفاسكولارايزد جرافت المقصود بيها ان انت توصل بلاد سبلاي للجرافت اللي انت هتاخده البون جرافت مثلا يبقى ايه فيسل تو فيسل سواء كان ارتري او فين الفري اللي هو وزاوت فاسكولار انستموزس ده الفرق بس انت لو هو اضاف يا اسامه فاسكولارايزد ميديكال او ويز فاسكولار ميديكال حتى تمشي ساعتها بقى فاسكولارايزد لا هو هو بيسال يعني هو في فرق بين الفاسكولارايزد جرافت والفري فلاب ريجاردنج تيرمولوجي بنوضح حاله يعني كتر خيرك يا استاذ شكرا يا استاذ في اي اسئله شكرا يا استاذ اسامه العفو
يعني بنشكر حضرتك على المحاضره، وان شاء الله يعني طمعانين ان حضرتك تدينا محاضره تانية، يعني مش هنسيب حضرتك، يعني لازم محاضره تانية ان شاء الله باذن الله.